الامتحان تمام الحمد لله لسه فيك كويس. طب ايه النقاط السهله وايه النقاط الصعبه؟ الله يسعدك. الامتحان كم سؤال؟ 20. 20 سؤال. ال 20 سؤال كان كافي الوقت الامتحان؟ الحمد لله. الحمد لله. يعني كان في متناول الطالب المتوسط الامتحان؟ اي. المقال صعب، الوقت مش كافي. راح الوقت قليل. طب ايه النقاط الصعبة وايه النقاط السهلة؟ المقال صعب والله. المقال صعب كان عبارة عن كم سؤال المقالي؟ سؤالين ومن كلهم 20 سؤال، سؤالين مقالي و18 خيال. والله بس المقال صعب. هو الأسئلة كلها يعتبر مقال. الامتحان كله مقال. غير كافي. هي الأسئلة أصلاً فيها خطوات كثير تحلها. كلها رسومات. كلها رسومات لحل. مفيش مسألة. بمادة الرياضة؟ استاتيكي. كلها رسومات. كل. مفيش سؤال بغير رسم. إيه دي؟ أنا جبنا مهندسين بنفسي. وساعتين كافية للامتحان؟ غير كافي. طب هو كان في متناول الطالب الناء الطالب المتوسط ولا متوسط؟ صح. متوسط.